السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الذهب اليوم في مصر يعاود الصعود والجرام يتخطى 1000 جنيه. عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للصعود خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 15 جنيه مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات اليوم مع ارتفاع المعدن عالميا، وذلك بعد هبوط الجرام لأقل من 1000 جنيه، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا. أما أسعار الذهب العيار الـ 14 673 جنيه للجرام، الذهب عيار 18 866 جنيه للجرام، الذهب العيار الـ 21 1010 جنيه، أما العيار الـ 24 1154 جنيه، والجنيه الذهب 8080 جنيه، والدولار الوقية بالدولار الأمريكي 1841 دولار. شكرا لكم، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.